من 2003 لهاد الجيره القطاع تهمش، خلاو القطاع تتهمش، ما تلات لي لا شي طريقه باش ندخلوا ليه، خلاو الناس همشوهم في القطاع ديالهم، لا حموله مقاده، لا قطاع مقاد، لا حتى شي حاجه مقاد. ما تلاو الناس في القطاع ما حلوا التباب، واحد العدد ديال القوانين كيصدروا كاين منهم قانون قانون 1999 ما تفعلت فيه حتى حاجه، زادوها بمدونه السير 2205 ما واحد العدد ديال الثغرات كنلقاو فيها. انا من 2003 وحنا كناضلوا في القطاع ما لقيناش اليد الصاغيه اللي تساعدنا في الدوله باش ندخلوا للقطاع، ونتمناو من الوزاره المعنيه بالقطاع ومن رئاسه الحكومه التدخل العاجل اللي يحلوا المشكل ديال الناس، راه الناس متضررين، الناس خصهم يبينوا لهم الا كاين